إلا العيون التي في طرفها حور. قتلنا ثم لم يعين قتلانا. يا حبي يا عمري، انت فين 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 من 50 سنة؟ فين؟ عيب عيب، كريم جالس يسمعنا. خذوا راحتكم، ما عليكم مني. ايه بناخذ راحتنا. نور من ذا اللي طق الباب الحين؟ نكد علينا. ابروح اشوف من اللي طق الباب. ايوه يا حياتي يا عمري. نوره وين؟ لو ايش رايك ما ودت نملها البيت كله، العماره ذي كلها عيال. ورا حنا قطط حنا. وبعدين ما نقدر، ما عاد يمدي. نوره يعني خلي معنوياتنا مرتفعه، تونا صغار. كتاكيت الحب. حنا يعني ها ما بقي الا اسبوع ندخل 70. ابو سعد، ما والله ودي انكد عليكم، بس الطبيب ادم يبيك. آدم عند الباب. أهلا وسهلا. السلام عليكم. أيوة الدكتور آدم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خذ دي قروشك اللي انت رجيتني بها الليل والنهار. خذ، أمسك أقبض. حط قروشك في مخباتك، ما لي ميلك قروش. يا زول ما دي قروشك، قريش انطح لي والتاني. أمسك عدها هسي. وأنا متنازل عنها. تنازل عنها؟ أي كيف؟ شوف، أنتم السودانيين إخواننا العرب ولا لا؟ أي من إخوانكم العرب؟ الحمد لله، وأنا شخصيا أعز كل إخواننا العرب والمغتربين لدينا خاصة. وأنا إصالة عن نفسي ونيابة عن الجماعة ديل بتشكر ليك يا أبو سعد. خلاص، أجل بكرة إن شاء الله تجيني في المكتب واكتب لك عقد للشقة مجاني. باي يسلمك يا أبو سعد ويطول لي في عمرك يا أبو سعد. والله أنت زول في غاية الأناغة والكرم الشديد. خلاص، أجل طال عمرك نحن في خدمة إخواننا العرب والمغتربين وقضايا أمتنا العربية. رحنم واللي عليك بالخير، وتعال بكرة تاخذ أجار. مو بأجار، الأجار ما أبغى، تاخذ عقد الشقة بدون أجار. زول ده بيقول شنو؟ طيب، متشكر لك يا زول. أهلا وسهلا. في أمان الله.